يا ام بضابة. خير؟ في ايه؟ حصل حاجة؟ انت وين يا ام بضابة؟ اني بعتي، هو حصل ايه؟ انا مش بعتلك من شوية وقلت لك ابعت الولد بسرعة؟ ماني بعته، هو ودخلته مضراوس. من ميت؟ يو من ساعة ما قلت لي. ما المجوش يعني؟ افهم، هو حصل ايه؟ الزرع يا ام بضابة خانكته الدنيبة، وكنت عايز الواد يساعدني في قلعها قبل الزرع ما يروح مننا. انا عرفت دلوة كان ضراوس، بوي كان بعتلي ليه. ليه يا بضابة؟ الزوان. مش فاهم. دي الدنيبة اسمها الزوان؟ ايوه، الزرع الغريب اللي بيطلع شطانك ده او يخنق الزرعة الطيبة زي ما موجود في الانجيل. يا بوي ده تأمل جميل يا بضابة، ده مثل الزرع والزوان. كل شي في حياتك يا بضابة بتطبقه من الانجيل. يا ريت يا اخوي يبقى زيك قدي. يوه واني ايه؟ ده انت زي واحسن مني كمان يا ضراوس. ده تواضع يا بضابة. اقول لك، كلمنا عن معنى المثل. مثل الزوان ده قاله السيد المسيح له المجد عشان يعلمنا كيف ان ربنا بيسمح لغير المؤمنين انهم ينموا وترعرعوا وسط المؤمنين. طب ليه؟ اقول لك، الزوان يا ضراوس شكل القمح تمام، فلازم الفلاح منينا يسيبه يكبر لغاية ما يجي موسم الحصاد وبعدين يجزه، لان لو شاله بدري بسربع جديه ممكن يقلع القمح معاه، مش صح؟ صح يا اخوي. وده اللي هيعمله ربنا معانا في يوم القيامة، هياخد الاشرار ويلجحهم في النار ويحافظ علينا احنا ولاده. بذمتك شربنا جميل يا اخوي؟ جميل يا بضابة، ربنا ينور بصيرتك كمان وكمان. اهو انا بدي فهمت معنى المثل. طب يلا بينا بقى نقلع الزوان من وسطينا. بينا يا اخوي. ايوه زرع انت كمان وكمان، البركة في بضابة والمجهود اللي عمله عشان ربنا يصلح حال الزرع. وهو ربنا حسب تعبه، والزرع كتب والمحصول كبر وجاب الخير. ربنا بيكافينا على تعبنا، مش كده يا امه؟ صح يا ولدي. اسمع يا ابني، احنا الاسبوع الجاي هنبيع المحصول والفلوس هتبقى كتير، ايه رايك بقى لو نتجوزك؟ ايوه، وتملى البيت عيال يبقوا اخواتك واولادك ويساعدوك في زراعتك. يا امه مش وقت كلام في الموضوع ده. شوف الواد. ليه بس يا ولدي؟ انا كبرت ونفسي اشوف ولادك قبل ما اموت. ربنا يديك طولة العمر يابا. انت ايش يابا؟ عن اذنك وبقى. على فين يا ابني؟ هفوت على ضراوس اخده ونروح الكنيسة. يو؟ يعني لازم تحرجيه كده؟ انا كنت عارف اجابته من الاول، بس قلت يمكن مكسوف يتكلم عشان عارف حالتنا، فقلت له الفلوس هتبقى كتير عشان يمكن يغير اللي في دماغه. انا مش عارفة هو ناوي على ايه؟ كل ما نجيب له سيرة الجواز يتحجج. ربنا يدبر له حاله يا رب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يحدثنا انجيل هذا اليوم يا احبائي عن الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وبيعلمنا برضو الكتاب المقدس ان محبة المال اصل كل الشرور، وفي قصة حصلت مع رب المجد ان جاله الغني شاب كان غني وقال له اريد ان اتبعك يا سيد، فقال له اذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني. فيقول الكتاب فمضى الشاب حزينا اذ كان له اموال كتير. وهذا هو يا أحبائي محبة العالم ومحبة المال، حيث إنها أصل كل الشرور، حيث إنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين في آن واحد، إما الله أو المال. فينبغي علينا يا أحبائي أن نعمل لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. علشان كده بيقول لنا الكتاب المقدس العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل إرادة الله
فهذا يثبت إلى الأبد، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. صباح الخير. يسعد صباحك يا ولدي. صباح الخير يا ولدي. كلميه انت بقى، أنا قلبت معاه. إذ كان على البيت، البيت واسع ويسعنا كلنا، والفلوس موجودة والحمد لله. أحب على قدك يا أما أنت وأبوي، أنا معيش أتجوز. أما ليه بس يا ولدي؟ خلاص بلا الصباح، شوف اللي تلد عليك واحنا ما عندناش مانع. انتوا سيبتوا مني ولا ايه؟ ليه بس يا ولدي؟ انا هترهب. لا تصدق يا يما، يا رهبة المصيبة. لا بس يا ابني سامحني يا رب. اسمع يا ولدي، انا امك ربناك على مخافة الرب ومحبته، والحاج يتجاهل انك عمرك ما عملت حاجة تخالف ربنا زي باقي الشباب. انا بس كان نفسي اشوف لي احفاد، وامك برضو تشوف ثمرك. يابا هو بولس الرسول لما باع الدنيا باللي فيها واشترى ابديته وبقاله تلاميذ كتير، مش دول برضك اولاده؟ مش ثمر دي يما؟ طب انت يابا نسيت حكاويك اللي قدام انت تحكيها لي عنه؟ وانت يما ما فاكراش كلامك اللي كنت دايما تقولهولي عن الابرار اللي باعوا كل شيء وتابعوا ربنا؟ خلاص يا بضابة يا ولدي، تعمل اللي مليح عليك ضميرك، وانا اوعدك ان عمري ما هقف في طريقك، وربنا معاك. ايه انت تعبت ولا ايه؟ مش عارف في النوم بحاربني ليه. ده مش النوم اللي بيحاربك يا حبيبي. مش النوم كيف لما عمال اتاوب من ساعة ما قعدت عشان انسخ الكتاب دي؟ ده عدوك بيحاول يعطلنا عن التدريب اللي اداهولنا ابونا ابولو. قوم بينا نصلي. طب نخلصوا الكتاب دي. مالكش صالح بالكتاب، بقول لك قوم نصلي. صفحتين يا بابا ننسخهم انا. قوم. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. رب وحبيب يسوع المسيح، اشتياقنا ليك يا رب لا يعادله اشتياق. يا رب نحن لا نريد أي شيء من العالم، لا القرشنات ولا الزينة الباطلة، لأن العالم كله هيزول وشهوته معاه. يا رب أقف جنب ولدك اندراوس ده غلبان، وابعد عنا شيطان الكسل والخضوع يا رب، وقوينا وارشدنا للطريق اللي يرضيك، لأن معاك لا نريد شيئا على الأرض. أمين. دي حاجة جميلة جوا، ربنا يعوض تعب محبتكم. دي حاجة قليلة جوا على الرب. إذا كان علينا يا أبانا إحنا نفسنا نخدم ربنا للنهار وما ننامش أبدا. عظيمة محبتك يا بابا. الحقيقة يا أبانا إحنا كنا عايزين ناخد رأيك في موضوع كده. يعني خير يا ولدي؟ خير يا أبانا بإذن ربنا. أنا واندراوس ناويين رهبنا. الرهبنا يا ولدي طريق صعب وعايش جهاد كبير، وانا شايف ان انتوا لسه صغيرين. وايه رأي والديكم؟ انا خدت رأي ابوي وامي، وجيت اخد بركتك واخد حل. دي دعوة من عند الرب، وطالما انتم عزمتم عليها صلوا واطلبوا ارشاد الرب. هناك في الجبل الشرقي في راهب قديس اسمه ابونا ايساد، روحوله وهو هيرشدكم ويعلمكم، وربنا يدبر أمركم. فخرج القديس بضابع ومعه ابن خالته اندراوس، ملتمسين معونة الرب فيما عزموا عليه، متحملين حرارة الشمس، تاركين وراءهم كل إغراءات العالم، ناظرين إلى الأمام، باحثين عن أنوار الأبدية وإمادة الجسد وأحياء الروح. يا رب ارحمني انا الخاطئ. يا رب ارشدني انا الخاطئ. يا رب اغفر لي انا الخاطئ. يا رب ثوبني انا الخاطئ. بضابة انا خايف. ما تخافش، نور المسيح يبدد ظلمات الليل. الرب يحفظك من كل شر وينير ظلمتي. ان سلكت في وسط ظلال الموت فلا اخاف شرا لانك معي. شايف يا بابا
ايه اللي هناك دي؟ هيكون ايه يعني؟ ما تخافش يا اندراوس. خضابة اندراوس، خضابة اندراوس. ياه، مين اللي عارف اسامينا وبينادم علينا؟ ايوه، مين اللي عارف اسامينا وبينادم علينا؟ خضابة اندراوس، خضابة. انت مين؟ انا اساك المحتاج لمراحم الرب واللي بتدوروا عليها. يا ابانا القديس حللنا، احنا اول مره نتقابل. لكن كيف عرفت اسامينا؟ علمت بيها من قبل الرب، وفي حاجات كتير تخصكم كشفها لي الرب. عاوز اعرفكم ان الاضطهاد حيلاحق المسيحيين اينما كانوا، والرب سمح لينا بالتجربه عشان نتألم من أجله ونؤمن بيه. مشاركة المسيح آلامه أعلى درجات الحب. لكن ليه أبانا بتكلمنا عن الاضطهاد؟ لما بيتملي القلب بحب المسيح بيشرق جواه نور ينور حياته، ولما تشتد آلام الجسد تجربك أكتر من معرفة المسيح. إذا شلت الرب في جسدك التعزية والبركات تنورك من الداخل. كلمنا عن الاستشهاد يا أبانا. الشهيد يا ولدي إنسان زيني بيحس ويشعر بالألم، وألامه بتكون رهيبة، لكن حبه للمسيح اللي تألم من أجله على الصليب بتخليه يتحمل عشان يشبه سيده، وهو واثق إن سيده حيرفع عنه آلامه وأتعابه ويقويه. يعني لازم نتألم ونتعذب عشان نبقى شهداء؟ لا يا بضابة يا ولدي، فيه نوع تاني من الاستشهاد، وده بنشوفه كل يوم في الجهاد الروحي. وده يحصل كيف؟ نقطة العرق اللي بتقع من جبينك وانت بتصلي ثمنها غالي قوي عند الرب، اغلى من كنوز الارض كلاتها. مقاومتك لعدو الخير وانتصارك عليه بقوة الرب استشهاد. دموع التوبة لا يمكن تقع على الارض ولا تختلط بالتراب ولا تدسها الارجل، بل يحفظها الرب عنده كشاهد لرفضنا للخطية. كل ده استشهاد يومي يا ولدي. دي تأملات روحية ما كناش نعرفها قبل كده. وهي كمان الصلبان اللي بيحملها المؤمنين من سهر وتعب وصوب وصلاة وأوجاع وألام واضطهادات دون أن يتذمر منهم أحد، بل هم دائما في فرح وشكر دائم للرب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. لكن يا ولدي عايز تقول ايه يا بانا؟ انت يا بضابة يا ولدي حترعى قطيع المسيح، وحتقابل اتعاب والام كبيرة قوي على اسم السيد المسيح. وانت يا اندراوس يا ولدي حتاخد اكليل معد ليك بعد الجهاد. ربنا يقويك يا أولاد، قوموا لما نصلي. واتجه بضابة واندراوس إلى الجهة الغربية متخذين مكانا بالمزارع حيث تفرغا للنسك والعبادة. ها، فضل معاك كثير يا اندراوس؟ 10 صفحات ويخلص. طب ناولني النسخة اللي جنبك دي. بسم الصليب، انت خلصت؟ نشكر ربنا. انت تخلص النسخة اللي معاك دي يبقى عملنا 15 نسخة. الصبح بإذن المسيح هنزل ابيعهم. ما تنساش تعدي على الكنيسة تدفع العشور
وتبقى تهد المعلم ثلاث دنانير، والباقي ابقى شوف باحتياجات اخوة الرب. باذن المسيح يا اخوي. سلام يا ابانا. سلام ونعمة يا ابني. نشكر المسيح اللي لحقتك. خير يا ابني. دول العشور، ودول المعلم، ودول اخوة الرب. ربنا يا ابني يبارك في تعبكم ويعوضكم. اخبار حياتكم الروحية ايه؟ نشكر المسيح، ادينا بنجاهد، يمكن المسيح يقبلنا. يا اندراوس يا ابني، انت معاك قديس عظيم، وانت راجل بركة، ونعمة الرب حل عليكم. الكتب اللي بتنسخوها دي هتكون سبب بركة الناس كتير. ربنا يبارك عملكم. صلي لنا يا ابانا. صلوات العذراء والقديسين يا ابني. يا رب يسوع المسيح، ارحم يا رب عبدك الخاطب ضابة، ارحم ضعفي يا يسوع. انت عارف يا رب اني بجاهد عشان اوصل لمحبتك الكاملة، لكن عدو الخير ما لدتش عليه عشرتك يا رب. اقف معايا وقويني، ما تسيبنيش يا يسوع، لاني بدونك لا استطيع شيء. امين. بذابة قاعد تصلي وسايب اندراوس يتعب لوحده. انت ايه؟ ليه ما تنزلش معاه وتلف بنفسك على اخوة الرب وتساعدهم؟ فين اختبار محبتك للناس؟ الصليب، يا ترى ده فكر من الشيطان عشان انزل عالم؟ بضابة، بضابة، اندراوس سامحني يا اخوي، كان المفروض انزل معاك العالم واشاركك تعبك. ليه بتقول كده؟ ومين قال لك ان انا تعبان؟ انا غلطان يا اندراوس عشان ما نزلتش معاك وخدت بركة الخدمة. يا اخوي الحبيب، ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بيها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الرب المتنوعة. يا اخوي الشيطان عاوز يفرقنا من بعضينا. عندك حق يا اندراوس، عندك حق. يلا بينا نصلي عشان ربنا يرفع عنا الحروب. ميا يا اخي بابا، يا اخي بابا. ازيك يا عم سلمون؟ ازيك يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. ازيك انت كده؟ انا جبت لك الميه. كتر خيلك يا راجل يا طيب، ربنا يعوضك. تعيش. بابا جنبي مش قادر. صليبه يا رب، يتمجد اسمك يا رب، يتمجد اسمك حدود يا رب. ايش فيه يا رب؟ عافيه، عافيه يا رب. بسم الله، قوم قوم يا عم فلمون. اسم الصليب، المغص راح، انا ركت خلاص. باسم الصليب، شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. بابا انت قديس والرب بيسمع لك. قديس يا عم فلمون؟ اقول ارجع خاف من جنبك وتدور العقلك وليه؟ من راجل خاطي، المسيح هو اللي شفاك. من سنتين يا ابني والتعب يجيلي واتعذب باليوم واليومين لغاية ما خفيت على يدك. انت قديس يا بدابة. يا رب يسوع المسيح، ارجوك ابعد عني شيطان الغرور والمجد الباطل. يا عم فلمون، احب على يدك، ما تشيلنيش خطية، ده انا تراب وما استاهلش حتى انداس برجلين. ان شاء الله كل اسبوع انا هجيب لكم المية ولا تاخر عنكم واصل. شكرين شكرين يا عم سلم، خد. ايه ده؟ ده تمن المية. ابدا لا ممكن ياخذ منك حاجة ابدا. ده حقك يا عم سلم. ابدا. شفت يا اندراوس يا اخوي، بضرة شفاني. شفت يا عم فيلمون، فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. خطيتك يا بضابة، يا خطيتك، المسيح هو اللي شفاك يا عم فلمون.
بضابة دي ولا حاجة. باركيلي يا مرعوس. مستريب انت جيت نيت. لسه واصل دلوقتي. يا بوي ملوشك منورك ده. باركيلي يا مرعوس انا خفيت خلاص. ربنا شفانا على ايدين واحد اسمه بضابة. خفيت؟ كيف يعني؟ جاتني النوبة صلالي ومن ساعتها سابني الوجع. معقول؟ ده يبقى راجل مبروك. خدني ليه فلما ربنا يخليك. عايزة تروحوا ليه يا مرعوس؟ عشان يصلي لي. ربنا ينعم عليا بولد. الاسبوع الجاي ان شاء الله. معجزات فوق ما يتصور البشر. لابد ان مؤيد بروح الرب. ده شيء فوق القدر. عملها فين المعجزات دي؟ في الريف وفي الصحراء وفي وسط الحضر. يا ريت ناخد من حياته عبر. مين ده اللي بتقول عليه؟ بضابة رجل الله. بضابة ده قديس عظيم بيستحق الحب والتكريم. الرب يطول لنا في حياته. باركوه وباركوا معجزاته. بعت لي يا سيدنا. ايوه يا ويسا ولدي. اتفضل اقعد. خير يا سيد؟ خير طبعا يا ويسا ولدي. انت سمعت عن الشابين بضابة واندراوس؟ سمعت يا سيد. ومين ما سمعش عن فضائلهم وحياتهم الطهر؟ عشان كده انا بعت لك. وامرني يا سيد. انا عايز اشوف بضابة واندراوس. دي بركة كبيرة جوا يا سيدنا ان نيافتك تبعت عشان تشوفهم. محدش عارف يا ولد البركة لمين. بالعفو يا سيدنا. بركة ليهم طبعا. اسمع الكلام يا ويسا يا ولدي. ولاش منشملات. يلا روح هاتلي بضابة واندراوس. اسمع يا بضابة يا ولدي. بنعمة ربنا حرسمك قسيس على الكنيسة. يا سيدنا أنا ما نستاهلش الكرامة دي ومش جدها. يا بضابة يا ابني ده أمر إلهي وتكليف من ربنا. وأنا عبد الرب يا سيدنا. وأنت أندراوس بنعمة ربنا حرسمك شماس. أمرك يا سيدنا. أتمت رسامة بضابة قصا بيد الأنباتدروس على إحدى كنائس هور، كما تمت رسامة إندراوس شماسا له. آمين آمين آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم. Yeah.
نسيت انت عملت ايه في الغربة اللي كانوا دارك؟ لو تاولت من ايد الراجل البركة ده الجسد يصوره دم، ربنا يشفيني يشفيني يا رب. لم يرتفع قلبي ولم تشتعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، أما إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي كذلك تكون علي نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. يا سيدنا، أبونا بضابة أول ما بيخلص القداس بيروح على قليته، والشعب ما بيلحقش ياخد بركته إلا كل 40 يوم مرة. خلاص نبعت نجيبه. حللني يا سيدنا. الله يحلك يا ولد. في حاجة؟ أبونا بضابة وصل. خليه يتفضل، هو بيصلي في الكنيسة. طب اروح الان. تبارك يا ابونا بضابة، تبارك. تبارك. حللني يا سيد. الله يحلك يا ابني. اذكرني صلاتك. صلات القديسين يا ابوي. تعال يا ابونا بضابة، عايز اتكلم معك شوية. عايزينك يا بضابة يا ولدي تسيب مكانك وتيجي تقعد معانا هنا. حللني يا سيدنا، أنا في الأول والآخر راهب وقاطع عهد مع ربنا، ما نقدرش نفوت مكاني. أنت عارف يا بضابة يا ولدي الشعب بيحبك وعاوزك تقعد معاه هنا. يا سيدنا البركة في إخوات الآباء القديسين وأنا حاجي إيه فيهم؟ بعدين معاك يا أبونا بضابة. أمرك يا سيد. بضابة ابعد ابعد، انا ملك بضابة وابن ملك، هجيب جيش كبير وهجي احاربك بضابة. ابعد ابعد. ولما انت ابن ملك يا روح ابوك خايف ليه من العبد الغلبان؟ ابعد 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 بضابة. الرب يبطل حيلك يا عدو كل صلاح، باسم يسوع المسيح اخرج منه، باسم يسوع المسيح اخرج منه، اخرج. مش خارج بضابة. اخرج اخرج بقوة صليب رب المجد. اخرج يا ابن ملك الظلام، اخرج وما تعودش تاني. اخرج. هخرج بضابة. اخرج بضابة.
اخرج بابا اخرج من حياتي تاني اخرج المجد لك يا رب اشكرك يا رب حبيبي حبيبي ابونا بابا خد ناوله وجربه من ربنا عشان يحتمي فيه. يا ابونا بضابة يا ابونا بضابة اسم الصليب. امال ابونا راح فين بس؟ ده المطرح فاضي. يعني ايه؟ يعني ابونا راح منها. كيف يعني؟ انا مش عارف هنقول ايه لسيدنا. هنقول له على اللي حصل. ايه ايه يا اولاد؟ يا ابانا احنا كنا عليلك في الجبل ونشكر ربنا اللي احنا لقيناك. المركب اللي كنا فيها غرقت وضلينا الطريق وتوهنا في الجبل. خدوا اشرب ود اخواتك. باسم يسوع المسيح النصر. باسم يسوع المسيح النصر. نشكرك يا ابان نشكرك يا ابان. انا كنت حاسس اني رحت طلعت. اشكر ربنا يا اولاد اشكر ربنا وصلوا كثير من اجل خطاياكم لانها كثيره قوي. احنا انت ايه يا ولدي؟ انت ايه؟ انت مثلا نسيت اللي عملته في ولد اخوك؟ تاخد ماله؟ ده يتيم يا حبيبي. وانت يا سيدهم يا ولد تسرق ولد أرملة مريضة عشان تبيعه عبد؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان مديونالك بعشر دنانير؟ ده ايه قساوة القلب دي؟ ده مركب غرقت يا ابانا ويظهر انه مات مع اللي ماتوا. ايه خطيتك يا سيد؟ ايه خطيتك يا سيد؟ لا اطمن هو بخير. ربنا احن عليه مني ومنك وهيرجع البلد وهتقابله لما تعاود انت واخواتك. وده يا ولاد اختبار من ربنا عشان تسلكوا باستجامة. الفقير السالك باستجامة خير من معوج الطريق وهو غني. يا ابانا احنا مش عارفين نقول لك ايه لكن وعدك ان النهاردة هنمشي باستقامة بإذن ربنا. وانتوا دلوقتي محتاجين عيش ومية عشان تقدروا تواصلوا طريقكم وانتوا راجعين. بارك يا رب بارك يا رب. المية خلصت يا بانا. خير ربنا عمره ما يخلص. هيدبر وهيبعت. يا سيدنا مش عارفين ابونا الضابة راح فين. كيف يعني؟ ساب المكان ورحل عنه. اسمع يا عويس انت اندراوس، المكان اللي كان قاعد فيه ابونا بضابة تتبني عليه كنيسة. امرك يا سيد. مساكنك محبوبة ايها الرب اله الجواد. جرى ايه يا ام اريني؟ جرى لك ايه عاد؟ احنا مالنا مالهم؟ جيران وحشين ولا حلوين؟ هو احنا نحن نسيبهم عاد ولا ايه؟ دول بيقولوا انهم بيشتغلوا بالسحر ما بيعرفوش ربنا. يما يما خلينا احنا في حالنا. الشيق يا بنتي المثل بيقول الجار قبل الدار. لا يا ام اريني مالكيش حق عاد في الكلام اللي هتقوليه دي. تقصدي ايه؟ عايزانا تسيب دارنا اللي بقالنا 20 سنة ساكنين فيه عشان سكن جنبينا جار شرير؟
لا يا أم إريني. أنا بصراحة مش مطمنة. لا ما تخافيش عادي يا أم إريني. المهم إنك ما تديلهمش وش. بلاش تختلط بيهم خالص. الحلاوه دي يا سلام. انا مرماع الصباخ، انا غني مش فقير، وعندي ولد واحد هو اللي طلعت بيه من الدنيا، بس ايه من عيله. ايوه حبت عيني من جوه، الاله ايديس تحفظه لنا. عيني عيني اللي بشوف بيها. يا سيدي تشرفنا، اي خدمة؟ دي زوجتي نفرو، والدها كاهن اون. لا وايه من عيلة. اهلا وسهلا، بس برضو معرفناش سبب الزيارة. احنا الجيران الجداد. لا وايه من عيلة. ما احنا عارفين. طب ولما انتوا عارفين مش تصبحوا تمسوا نصير معرفة؟ الصراحة انا معود مرتي وبنتي ما يختلطوش بحد خالص. خش يا بنت جوه. حاضر يابا. ما هو عشان كده احنا اخترناكم. اخترتونا في ايه بس؟ علشان نناسبكم. ايوه علشان نناسبكم. تناسبونا؟ ايه في ايه؟ مالكم اتخضيتوا كده ليه؟ ابدا، بس الموضوع ده جه مفاجأة. مفاجأة سارة مش كده؟ لا ما انتوا هتناسبوا عيلة برضو. لا مش سارة، احنا بنعبد ربنا والهنا يسوع المسيح، وانتوا بالهتكم ازيس. ايوه احنا بجيها وانتوا بجيها تانية خالص. انا ابني ما يترفضش، ده من عيلة. ايوه من عيلة. قوم يا مرماع احسن الوقت اتأخر. بالسلامة. ها عملت يا اما طمنوني. رفضونا، وحجتهم قال ايه؟ اننا بنعبد ايزيس وهم بيعبدوا الدين الجديد. ابني انا يترفض ليه يا ناس؟ ده زي السكر، ده مفهوش غلطه يا ناس. انا ابني انا مرماع الصباغ، ابني يترفض ده من عيله. يابا يعني يا اما يعني ما بقاش انا نفرو بنت كاهن اون. اما خليتهم يجيبوها لك لحد عندك. قوم هات الهون، وانت روح هات البخور. بينا بس ولا اقول لك لا ابونا بطالة. يلا على مهلك يا بس، على مهلك على مهلك يا بس. ربنا وشاك يا بس. ما تخافيش. ايه ده؟ ايه اللي حصل لبنتك ده؟ متسبينا في حالنا عاد. مالك يا ست انت شمتانا فينا ولا ايه؟
كنتوا لزقتوها لنا احسن؟ على الاقل كانت لقيت حد يتجوزها بدل ما هي يا حسرة قلبي عليها. الله، دي كانت جميلة، كانت تقول للقمر قوم ونقعد مطرحك، وبقابلوني بقى لو طلع عريس، وبقابلوني كمان لو طلع من عيلة. عبدوا عنينا من يوم زرتكم الغابرة وبيت جرالها لجرالها من كل الله. لا لا يا مرسى، ما تدعيش على حد يا مرسى، سيبي ربنا المطلع على كل شيء لتكن إرادته. يلا يا بنتي، يلا يا بنت على مهلك. يلا يا بنت على مهلك، يلا يا بنت نروح لأبونا بضابة يا بنت. يلا يا بنت على مهلك. أبونا مين؟ على مهلك يا بنتي، على مهلك يا بنتي. أبونا بضابة، أبونا بضابة، حب على يدك يا أبونا بضابة. بنتي يا أبويا أجمل بنتي من المهجورة كلها يا أبويا، جرالها لجرالها يا أبويا، حب على يدك يا أبويا. تصممها تصممها. انت اسمك ايه؟ انت يا بت اتكلم كويس. البيت دي سحروها جارتك وجوزها اللي جم يخطبوها لحيلتهم. ربنا يرحم. ربنا يرحم يا ابوي. صلي لحبيبك يسوع المسيح يا ابوي اني رجعها لحالتها يا ابوي. ارحمنا يا ابونا وصلي لها. ما تخافوش، الرب اللي انتوا بتؤمنوا بيه قادر انه يشفيها. باسم يسوع المسيح اللي قادر على كل شيء يشفيكي من كل سحر ومن كل عمل شطار. اسمك ايه بقى يا ايرين؟ يوه اديني غششتك اهو. قول يا بنت اسمك ايه؟ اسمي ايرين يا ابونا. خدوها ناولوها عشان مفيش اي سحر ولا عمل شيطان ياثر فيها. حاضر يا ابانا. عمرنا يا ابونا بضابة ما هنتاخر عن التناول ابدا. اشكرك يا راجل يا بركة. اشكر ربنا، الرب هو الشافي. اهلا يا ابونا. اهلا، ازيك يا ولد؟ ازيك يا بنت؟ ازيك؟ ايه بقالك شهر وزياده ما حدش بيشوفك انت ومرتك وبنتك، ما بتجوش تصلي عندنا ليه؟ في الحقيقه يا ابونا احنا جايين بالعافيه وما عارفينش هنعود ازاي. ليه يعني؟ ما فهمش يا ابونا. ده الاسد مانع الناس من الخروج والدخول. اسد ايه يا بنت؟ اسد يا ابونا قافل السكه على الناس، واللي بيعدي منه تبقى موجده. وكل يوم يا ابانا يخطف عيل صغير عيلة صغيرة، شاب او شابة، اي حد في طريقه. تم الناس خلاص تعبت قوي وبقيناش عارفين نعمل ايه. ازاي ده يا ولاد؟ يا ابونا ما حدش قادر عليه. واحنا جايين لقدسك انك وحشتنا قوي، ويا ريت يا ريت يا ابونا تصلي من اجل شعب بهجورة الغلبان دي. والاسد ده قطع الطريق، موجود في اني ناحية؟ من الناحية الغربية يا ابونا. خلاص هنروح معاكم ونشوف ايه حكايته. لا لا يا ابونا انا بعاتبك، احنا نخاف عليك منه، ده اسد متوحش مالوش كاسر. ما تخافش يا ولدي، اللي معاه ربنا ما يخافش من حد. يلا بينا. ابونا ابونا بضابة. انا ابونا. بلاش يا ابونا بلاش عشان خاطري، انا مش هسامح روحي ابدا لو لا قدر الله حصل لك اي شيء. ما تخافش، اوقف انت جنب مرتك وبنت. ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ وليه لابد له مهنه وما عادش حد يدخل ولا يخرج من البلد؟
ايه متوحشهم؟ الرب يسلبك قوتك ايها الوحش اللعين، الرب يسلبك قوتك ايها الوحش اللعين. يا رجل الله يا قوي، دي مش قوتي يا ولادي، دي قوة الرب يسوع. يتمجد اسم الرب. بطرس الأول بابا الإسكندرية. صحيح أنا مشتهى قلبي إن أهديه للبابا، لكن كيف ده يحصل؟ ده أنا بيني وبينه بلاد بعيدة. أنا جبتك النهاردة يا أبانا عشان أخد رأيك في ترشيح واحد من الآباء الكهنة أسقف لقفط، عوضا عن أسقفها المتنايح، وأنت عارف إني دايما بحب أخد رأي الإكليروس والشعب في تعيين الرعاه. يا سيدنا أنت أبونا ورأينا، وإحنا متأكدين إن اختيارك هيكون مناسب جدا. ورأي نواب الشعب؟ هو نفس الرأي يا سيدنا. الحقيقة أنا منتظر إرادة الرب، كنت منتظر اسمع من نيابتك ترشيح صريح، لكن يظهر اننا كلنا مش راسين على رأي. فعلا يا سيدنا، انا كنت جاي ومنتظر الرب يتكلم على لسان قداستكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربي والهي يسوع المسيح، انت اعلم مننا كلنا بني البشر. يا رب اظهر ارادتك، أنت تعلم الرجل المناسب لرعاية شعبك في قفط. أنت تعرف يا رب من هو الراعي الذي تريده لأبنائك هناك. يا رب لتكن إرادتك، ننتظر يا رب إعلانك عن إرادتك يا رب. بدونك يا رب لا نستطيع أن نفعل شيء. آمين. ارسل إلى الصعيد الأعلى واحذر القس بضعبة، لأن الرب قد اختاره راعيا لكرسي قفط. سمعت يا رب وسأرسل في طلبه. الحقيقة يا أبانا احنا جايين بتكليف من سيدنا البابا بطرس الأول بابا الإسكندرية. سيدنا البابا خير؟ خير، هو عاوز يشوف قدسك. البابا عايز يشوف ناني؟ البابا بطرس الأول رجل قديس، عايز يشوف الخطاه يعمل بيهم ايه؟ يا ابونا انت بركة، وسيدنا بعتنا مخصوص علشان ناخدك معانا اسكندرية. يظهر ان الرؤية هتتحقق يا بابا. على بركة الرب. يا سيدنا الاباء وصلوا ومعاهم ابونا بضربة. وصلوا في الوقت المناسب، خليهم يتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدنا. فضل. Thank you.
اهلا وسهلا بيك يا ابونا بضاله. ده الانجيل باللغه القبطيه. اتفضل يا سيدنا. ده عظيم يا ابونا بضاله. اتفضل. ايه فضلك؟ ما تتصورش قد ايه انا سعيد بالكتاب ده. دي اغلى هديه جات لي في حياتي. شكرا يا سيدنا. طبعا انتوا كلكم تعرفوا ابونا بضابه وسمعتوا عنه. سمعوا عني ايه سيدنا؟ واني عملت حاجه ضايقك؟ ما تتخضش كده يا ابونا. سمعوا كل خير. سمعوا عن قداستك ومعجزاتك. العفو يا سيدنا، ده انا راجل خاطي يا ابويا. اجي ايه في مجمع القديسين اللي انا قاعد وسطيهم؟ اسمع يا ابونا، طبعا انت بتستغرب انا بعتلك ايه. لا وهنستغرب ليه يا سيدنا؟ ده انا تحت امرك. قولوا مين تختاره عشان يكون اسقف لقفط. ابونا بضابه. ابونا بضابه. ابونا بضابه. ابونا بضابه. ابونا بضابه. ابونا بضابه. انا يا سيدنا، دي كرامه كبيره قوي يا ابوي، انا ما استحقهاش في حضره البابا بطرس الاول. اسمع يا ابونا بضابه، اختيار ربنا ليك جه في الوقت المناسب. الكنيسه داخله على وقت صعب قوي ومحتاجه جهادنا كلنا علشان نقدر نثبت الشعب ونحافظ على الكنيسه. بكره بمشيئه الرب رسمتك على قفط. عايزك تبعت حد يسافر يجيب الشماس اندراوس عشان هرسمه قسيس. الشعب كتر قوي والحمل تقل عليك. حاضر يا سيدنا، ان حبيت اسافر له انا ما عنديش مانع. لا لا، ابعت حد من خدامك، انا عايزك جنبي هنا. حاضر يا سيدنا. تأمرني نيافتك بحاجه؟ قول لي يا ابونا. نعم يا سيدنا. ايه اخبار الوالي اريانوس؟ اهو لحد دلوقتي يا سيدنا ما فيش حاجه. ربنا يهديه. امين. تأمرني بحاجه يا نفسك؟ لا، بالسلامه انت في رعايه المسيح. صلي من اجلي يا سيدي. صلوات القديسين. مع السلامه يا حبيبي. ربنا يديم كهنوتك يا ابونا مدراوس. متشكر متشكر، ربنا يجدلنا على الرسالة دي. أوصى يشوع الشعب بالاستعداد للدخول إلى أرض كنعان. ونلاحظ يا إخواتي إن يشوع قال لهم لازم تاخدوا معاكم طعامكم. ليه؟ لأن الشعب ما كانش عنده قمح، او كان بياكل من المن
النازل من السماء او كف المن ده عن النزول لما عبر الاردن عشان كده اللي ما يزهدش بمؤنه مش هيدخل مع يشوع ارض المعاد. وهكذا نحن ايضا لازم نكون مستعدين عشان ندخل مع الرب يسوع. نكون مستعدين بايه؟ بقلب مستقيم وبفكر طاهر، ونبعد عن طرق العالم الحاضر الباطل لمارس الملكوت. يا سيدنا صلي لاجل المطر تنزل والنهر يزيد. يا حبيبي يا ولدي ادي يا حبيبي يوكل عياله. بس يا سيدنا بقول لك اديله، ياه اديله من الفلوس اللي معاك. يا سيدنا ها رضيته؟ ولكن بعد ما نيافتك عمال توزع في الفلوس يمين وشمال بقى مطلوب مننا 600 دينار فوق ال 900 اللي معاي. عشان ايه؟ قدسك قلت نبعت 500 دينار لكنيسة الرسل و 300 دينار لكنيسة العذراء والباقي ربنا يدبر. ايوه في 500 لكنيسة ابونا اندراوس و 400 لاخوة الرب اللي عندنا هنا، والمية اللي فاضله عشان ندبر احتياجات الاسقفيه. سلام يا سيد. سلام يا ابونا، كيفك؟ نشكر ربنا. ايه محدش بيشوفك ليه؟ الخدمه واخداك منينا ولا ايه؟ انا عارف انك بتتعب كتير يا ابونا. يا سيدنا دي بركه صلواتك. طب بس قول لي، ها ناوي تسافر مع ابونا اندراوس؟ باذن الله يا سيدنا، بس في ما تحملش هم، ابونا اندراوس مش هيمشي من هنا الا وتكون الفلوس معاه. اللي يلجب هم على الرب عمره ما يتعب. لا يا سيدنا مش ده الموضوع. امال في ايه؟ امبارح بالليل انا كنت في زيارة لمجموعة من محب الرب، والحقيقة ادوني امانة عشان اوصلها لنيافتك. سامحني يا سيدنا، انا رجعت متأخر ما قدرتش اقلقك. امانة ايه يا ابونا؟ 1000 دينار يا سيدنا. اديهم لحبيب، عمرك يا رب ما بتنسينا. قلت هتبعت واديك بعت. تعرف يا مولاي قد ايه الزهرة دي جميلة؟ فعلا المصريين بيقولوا عليها زهرة بلدي او وردة بلدي. ده مش بس شكلها حلو، ده ريحتها كمان تجنن. فعلا مولاي، في حاجة شغلاك؟ الحقيقة انا مش عارف مين الصح ومين الغلط. مش فاهمة قصدك، بالنسبة لايه؟ من حوالي سنة فاتت كان في مناقشة مع شمعون تاجر التوابل اليهودي، ما انت عارفاه؟ شمعون تاجر التوابل؟ ايوه، مش الراجل ده اللي بيموت في جمع المال؟ ايوه هو. وكانت المناقشة دي عبارة عن ايه؟ كانت عن المسيحيين اللي مالين البلد. مالهم المسيحيين اللي مالين البلد يا مولاي؟ دول ناس في حالهم، اقصد يعني ان هم مالهمش في المتاعب. ايوه بس شمعون اكد لي ان الههم انسان كذاب، ازاي قدر يضحك على الناس دي كلها ويخليهم يعتقدوا انه اله ورب؟ فعلا ده كان لازم شخصية عظيمة جدا. مولاي انت ناوي تستعمل طريقته وتعمل زيه ولا ايه؟ لا مش هو ده قصدي. الغريب ان الامبراطور دقلديانوس العظيم ساكت عليهم لحد دلوقتي، عمالين يبنوا كنايس ودور لعبادتهم ومع ذلك ساكت عليهم ليه؟ معرفش. عايز تعرف ليه يا مولاي؟ ليه؟ لان زوجته منهم. مسيحية؟ ايوه مسيحية. غريبة. وايه الغريب في كده؟ ما الامبراطور بيحب الامبراطورة فلازم يحترم عقيدتها. يجوز. رسالة يا مولاي. من مين الرسالة دي؟ من سيد الامبراطور. غريبة. في ايه يا مولاي؟ خد اقري.
فعلا غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، الامبراطور قال كلمته. من بكرة هخلي اسكندرية كلها بحر دم، مش بس اسكندرية، البلد كلها. لازم العالم كله يعرف انه مفيش اله الا اله دقلديانوس ابولون العظيم. الشيطان دخل قلب دقلديانوس الجاحد وشن حربه ضد المسيحيين. طبعا كلكم سمعتوا عن اريانوس واللي عمله في ولادنا، وقد ايه سالت دماء الشهداء هناك على اسم المسيح. ربنا يرحم يا سيدنا. لكن انا مطمن، اطمنت قوي لما شفت ايمان ولادنا القوي وهم رايحين للموت فرحانين ومرنمين. والقصص كثيرة قوي يا سيدنا، في كل بلد وفي كل أبروشية آلاف من الشهداء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء. عندك حق يا أنبا بضاب، لكن اللي حزني فعلا ميلينيوس أسقف أسيوط اللي ساب إيمانه وبخر للأوثان. لابد من تأديبه يا سيدنا أو تجريده. حصل يا أبانا، لكنه رفض التأديب وخرج على قوانين الكنيسة. الرب هيضربه يا سيدنا. المهم يا سيدنا، موجة الاضطهاد بتزيد يوم بعد يوم. الشعب عاوز اللي يجويه ويسنده عشان يتخطى المحنة دي. ما تخافوش، أبائنا في كنايسهم والأساقفة في أبروشياتهم عارفين كويس قوي هيعملوا ايه، والرب يعينهم. صلوا بلا انقطاع، صلوا بلا انقطاع، لأن الأيام اللي جاية صعبة. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معنا جميعا. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. النهاردة يا أحبائي لازم نذكر ما ورد بإنجيل يوحنا على لسان يسوع المسيح: الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أمين. كلنا طبعا يا حبيبي سمعنا عن الاضطهاد الشديد وموجات الاستشهاد اللي بيتعرض ليها اخواتنا وابنائنا. والنهارده يا ولادي سمعت ان الوالي اريانس الجاحد نزل هو وجنوده في البلاد عشان يتاكدوا من تنفيذ اوامر الامبراطور الظالم دقلديانوس ان كل الشعب يبخر الاصنام الاوثان. لكن يا حبيبي اللي حزني او قطعت قلبي لما عرفت ان في نفوس ضعيفة جحدت الايمان بالمسيح وانكرته وبخرت للاوثان. ليه يا حبيبي؟ من اجل المال؟ من اجل الشهرة الجاه؟ ولا حتى من اجل الموت؟ يا سيدنا الاطفال بيندبحوا قصاد امهاتهم، الستات بيرموهم في النار، الشيوخ والرجال بيصلبوهم. ايه الجريمة اللي ارتكبوها عشان يتعذبوا بالشكل ده؟ فعلا ايه الجريمة اللي ارتكبوها؟ يا ابنائي الشيطان شن حربه، ولكن اقول لكم ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. هيعمل لنا ايه الاضطهاد؟ احنا ما بنخافش من الاضطهاد. الاضطهاد ده عبارة عن جنطرة بتنقلنا من حياة التعب والشجا لحياة الراحة في حضن المسيح. فالله سيزيل كل دمعة، وهناك مفيش لحزن ولا شجا ولا صراخ. حيث يوجد المسيح توجد الفرحة والسلام. يا أبنائي أنا هستودعكم المسيح
لأني لازم أكون وسط إخواتكم اللي بيعترفوا بالسيد المسيح في ساحات الاستشهاد، أجويهم وأشجعهم. لكن يا سيدنا هتفوتنا لوحدينا كيف؟ الرب معاكم، اذكروني في صلواتكم. أجمل أيام حياتي قضيتها هنا عندك في إسنا. عمري ما تلززت بمشاهد الدم ولا بأصوات البكاء والصراخ بتوع أتباع النصيري إلا هنا في إسنا. النهارده بقى يا مولاي أريانوس هفرجك على عرض رائع، طابور من السيدات والأطفال اللي بيصرخوا، وهتشوف بنفسك قوة السحر اللي مسيطرة على البؤساء دول. تعرف إن الناس دول بؤساء؟ يا عزيزتي ما هم اللي جايبينه لنفسهم، فيها ايه لو يبخروا الالهتنا ويشتروا حياتهم؟ ما هو ده من تأثير السحر، لكن الناس دي لو كانت في حالتها الطبيعية كانوا اشتروا حياتهم ولو بالكد علينا. ما عشان كده هيتصلبوا كلهم النهاردة. على فكرة نسيت اقولك يا مولاي، في مجموعة من المسيحيين من شعب إسنا واقفين قدام القصر من بدري. شعب إسنا؟ مولاي. شعب إسنا العزيز، إكراما للإمبراطور دقلديانوس العظيم وتنفيذا لأوامره ومن أجل عدالة روما الخالدة، أعلن أنا إريانوس والي البلاد أنني كرجل روماني شريف سأعطيكم الفرصة كاملة كي تنجوا بحياتكم وحياة أولادكم. أنا مش هبدأ بقتلكم، لكن هبدأ بجلدكم وعذابكم عذاب شديد. من يرتدع سأعفو عنه، ومن يطلب الموت فله مطلق الحرية. ودي الفرصة الأخيرة، ودي عدالة روما. أرجع أسألكم سؤال، مين هيبخر للآلهة ويترك بدعة الناصري؟ خذوهم اجلدوهم وارموهم في السجن. احنا تعبنا معاهم جدا يا مولاتي، عذبناهم بكل انواع العذاب عشان ينكروا المسلوب بتاعهم، لكن ابدا بالعكس بيتمسكوا بيه اكتر. اراهنك ان نصهم هيرجع بعد كل العذابات اللي شافوها دي، وكمان هيبخروا للالهه. شعب غريب شعب اسمه ده. ممكن يا عزيزي، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، سحر ده ولا ايمان؟ وان كان سحر مفيش حد فيهم ابدا بيفوق، ده العذاب اللي انا بعذبه لهم. لا ده اكيد ايمان. حتى الايمان ممكن يتغير يا مولاي قدام الوعود والاغراءات او العذاب. امال تفسروا اللي بيحصل كل يوم قدامكم ده بايه؟ شيء غريب، والاغرب من ده كله الاطفال والنساء. طب الرجال يقدروا يتحملوا، انما الاطفال دي تقدر تتحمل ده كله ازاي؟ ومنين عندهم الجراءة دي للرد على اسئلة مولاي؟ فعلا شيء غريب. والاغرب من كده يا مولاي ان يبقى قدامك التفاح ده وما تاكلش منه. يا سهلان. لو سمحت. عايز انت كمان خلصني. عايز نسألك عن الجريمة اللي ارتكبها الناس دول عشان تعاملوهم معاملة قاسية كده. دول مسيحيين كلهم مسيحيين. يوه، وهي المسيحية جريمة في نظرك؟ الجريمة انهم بيرفضوا تنفيذ اوامر الوالي. وايه هي باقي اوامر الوالي؟ التبخير والسجود للالهة، مصنوعات الايدي، الالهة الحجارة. يا حبيبي الاله الحقيقي هو خالق السماء والارض وخالقني وخالقك وخالق كل شيء. انت فينهم بقى؟ شكلك كده
ونفسك بتقول انك واحد من قوادهم. ايوه انا لزقوا في بضابة. يبقى لازم تنضم ليهم، خش معاهم. هو ده يا مولاي احد قوادهم ومحرضيهم. اتقدم تعالى. اظنك اسقف البلاد مش كده؟ ايوه وانت والي البلاد مش كده؟ ايه ولا ليه؟ تعرف انك قدمت اكبر دليل على جهلك؟ في حد لسه لحد دلوقتي ما يعرفش حاكم اسنا العظيم؟ انا. ولا تعرفش مولانا العظيم اريانوس ولي انصمة؟ عرفته من سيرته ومن الدم اللي بيلطخ سترته وايديه. عظيم انك عرفت اريانوس يقدر يعمل ايه. اسمع انا هديلك فرصة اخيرة عشان تنجو بنفسك. روح بخر للالهة، روح. شكرا يا مولاي على عطفك على شعبي. روح. مكتوب لا يكن لك الهة اخرى امامي. مين اللي كتب الكلام ده؟ الرب. اي رب؟ ساكن السماء والارض، رب وربك ورب العباد كلها، الخالق الاعظم. انت مش خايف من العذاب؟ مكتوب كمان نجشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة عيني. بعد شوية مش هيبقى في مسيحي او مسيحيين، تقدر تقولي هتشتغل ايه ولا هتوعز مين؟ هايل يا مولاي. تقدر تقولي هتشتغل مين او هتوعز ايه؟ الكنيسة دي مبنية فوق الصخر، والمسيح هو رأس الزاوية اللي رفضوا البنيين. كل من يسقط على هذا الحجر يتردد، ومن يسقط عليها الحجر يسحقوا سحق. يا حبيبي اجلدوه قدامي وارميه في السجن. ولا يفصلني اي شيء عن حنان محبتك، لا قيود حديد جلد عني او سجني بارد له جدار سكتك. دخان وريح ودمع جريح اصوات ضحايا في الزوايا دكتك. دخان ريح ودمع جريح اصوات ضحايا في الزوايا دكتك. ما يزني ولا يفصلني اي شيء عن حنان محبتك، لا عذاب ونار ولا كاس مرار ولا شيء يشككني في حقيقة قوتك. ده دم سلو ده فرع ده الوديء دي الناس خلو بتهددك. ده دم سلو ده فرع ده الوديء دي الناس خلو بتهددك. ما يهزني ولا يفصلني اي شيء عن حنان محبتك، لا قيود حديد سجان عني او سجن دارك له جدار يسكته. الذين في السجون او المكبود عليهم في عبودية المرة يا رب، اعتقهم جميعهم وارحمهم، لانك انت الذي تحل المربوطين وتجيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين. عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصفة، كل الأنفس الحزينة المقبوض عليها، اديها يا رب فرح وسلام. ارحم يا رب عبيدك وجويهم في محبتك وثبتهم كي لا يفنى إيمانهم.
تقوى يا حبيبي بضابة ولا تخف، لأني لن أترك أولادي، وبعد قليل سينالوا جميعا الأكاليل السمائية، ومن يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. شددني يا رب. تشدد يا حبيبي. ده الرب إلهنا يا ولدي. إلهكم؟ أيوه، يسوع المسيح. أنت عايز تجنني؟ لكن أتجنن ليه؟ أنا شفت بعيني. أيوه شفت بعيني. صدق يا سيدي إنه بقاله 5 أيام من غير أكل ولا شرب، ومع ذلك لسه محتفظ بكل قوته. افتح الباب وهاته. الأغرب يا سيدي إنه إيه؟ اتكلم. لا مش هتصدقني. لا قول، ما هو كل شيء في الايام دي جايز. الاغرب ان الهه كان معاه وشفاه. انت بقى عليك اتجننت. هاته وسيبك من الاوهام والتخاريف دي، انا عاوزه هنا فورا. ده انت ساحر عظيم بقى. 5 ايام في السجن من غير اكل ولا شرب، مقيد ومذلول وبتتنفس من هوا السجن الرطب، وبعدين تجيلي كانك كنت في نزهه على نهر النيل بتاعكم. مش قلت لك يا مولاي ان ده اكبر ساحر فيهم؟ يا مولاي اذا كان على الوكل والشرب فانا طعامي هو كلام الرب، اما اذا كان على الهوى اللي بتنفسه فانا بتنسم ريحة المسيح. المسيح المسيح، هو كل كلامكم عن المسيح؟ اعمل لكم ايه المسيح ده؟ انا بصلي لك عشان يشرب جواك نور الحج فتتعرف عليه. اسمع يا بابا، مش ده اسمك برضو؟ ما كانش يضايقك. وبابا دي معناها الرئيس بلغتكم؟ ده معنى اسم يا مولاي، اما انا فخادم للمسيح. طب اسمع ايها الرئيس او الخادم زي ما بتقول، انت راجل كبير وطعن في السن، وانا من اجل شيخوختك انا مشفق عليك من العذاب، واظن انت شفت بعينك الوان التعذيب اللي اعدها والينا العظيم اريانوس. ايوه شفت. والمطلوب؟ المطلوب انك تبطل عنادك ده. ده مش عناد يا سيدي الوالي، ده ايمان بالحج، والمسيح هو الحج والحياه، واذا كان عناد فهو عناد من اجل الحب، حب للمسيح. المسيح ده نجار مصلوب، تعبده وتترك عليها خالدة؟ ممكن اسألك سؤال؟ اسأل. ايه اللي يحصل لآلهتك الخالدة دي لو حصلت زلزلة مثلا؟ اقول لك انا، هتنكف على وشها ويخرج منها الحشرات والفئران اللي كانت ساكنة. ايها الآلهة، حشرات ايه وفئران ايه؟ مولاي انا بتهيالي ان احنا كده طولنا معاه زيادة عن اللزوم. دي اخر فرصة بديها لك، يا تبخر للالهة. اسمع بقى يا اريانوس، يا والي يا كافر، يا خادم الامبراطور الجاحد دقلديانوس، كل اللي بتعمله ده مفيش منه اي فايدة، لان انا بعبد ربي والهي يسوع المسيح، ومفيش قوة في الارض ممكن تخليني انكره لحظة واحدة. خدوه. تشجع يا اولادي، المسيح جاي، انا اعترف بيه قدام الناس، اعترف بيه انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. تشجع يا اولادي تشجع، لا يهمكم شيء، تشجع يا اولادي تشجع. اقطع راسه فورا.
تم استشهاد القديس العظيم الأنبا بضابة في يوم 9 من شهر أبيب سنة 21 قبطية الموافق 305 ميلادية. هدفك توصل الإيمان الصحيح، كان هدفك توصل الإيمان الصحيح. وبمعجزات شفاء قهرت كل داء، شفيت نفوس ضعيفة محتاجة للرجاء. بمعجزات شفاء قهرت كل داء، وشفيت نفوس ضعيفة محتاجة للرجاء. وأمام لا طغى كان همك الصلاة، وأمام لا طغى كان همك الصلاة. شهادتك للي حبك تنطق بيها الشفاء، شهادتك للي حبك.